السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في قناة محسن الغزالي للسفر والتجوال وتصوير المشاريع بمدن المغرب. كما الإخوان كتشوفوا معنا حنا الآن كنتواجدوا أمام القاعة المغطاة متعددة الرياضات. هذه القاعة الإخوان اللي تمت انتهاء الأشغال ديالها كما كتشوفوا معنا الآن. هذه القاعة المتواجدة بشارع الحسن الثاني بالعاصمة المغربية الرباط، واللي غادي تعرف قريبا ان شاء الله الافتتاح ديالها، واللي غادي تعرف كما قلنا رياضات متعدده مثل الهونغ مثل الفولي مثل رياضات اخرى حسب المعلومات المتوفره. ما بقى لي الا ان نودعكم، الى عجبكم الفيديو الاخوان ما تنساوناش بالجيم والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنشر المزيد ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا.